بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في استمرار حديثنا مع شيخنا وضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حيا الله شيخنا الجليل. الله ما يحييك زلنا في ويحييك. حديث الجمعة، وقد انتهى بنا الحديث إلى مسألة السنن المرتبطة بهذه الصلاة. هل لصلاة الجمعة سنة قبلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه اللهم واستنى صل بسنته وسلم إلى على يوم محمد. الدين. إذا قلنا إن الجمعة هي ظهر مقصورة فراتبتها مثل راتبة الظهر قبلها وبعدها، وهذا الذي رجحناه وسرنا عليه في الماضي. ولكن بالنسبة للإمام بالخصوص، من المعلوم أنه لا يأتي إلا وقت خطبتي جلوسه على المنبر، فليس له ليس عليه شيء قبل الصلاة، لا يصلي قبلها شيئا. وبالنسبة للمأمومين ومن يأتي، من المعلوم أنه لا يجلس أحد منهم في المسجد قبل أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. وقد جاء فيهما تأكيد في حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما معناه حتى لا يفوته شيء تخفف. من الخطبة. وقد رأى المالكية أنه إذا بدأت الخطبة فليس لأحد أن يصلي. يصلي، لأن القول يحرم بالقول والفعل يحرم بالفعل. فالفعل أي أي حركة تحرم بجلوس الخطيب على المنبر فهذا الفعل، والقول يحرم بالقول إذا بدأ في خطبته حرم الكلام. لكن ماذا صنعوا بالحديث الصريح؟ فليصلي إذا وليتجوز. لا يتجوز فيهما، حملوه على محامل غير مقنعة، كلها غير مقنعة. طيب، لكن هنا أخذوا بأحاديث كثيرة، منها حديث من حرك الحصى فقد لغى، ومنها حديث الإصغاء والإنصات، يعني ومنها نرى أن حركة الصلاة من جنس الحركة التي يلغى بها. إيه نعم، لأن لابد فيهم تحريك حصى يعني طيب أنت إذا كان شيخنا يقرأ الحصى. الآن رجحتم أن الجمعة لها سنة قبلها، إذا باعتبارها فرعا عن الظهر أو باعتبارها تقوم مقام الظهر، وبين يدي نص للشيخ ابن القيم هنا يقول فيه: الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه صلى وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة. نعم، بالنسبة للإمام ذكرنا أنه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه طيب، أصلا، حتى لكن هل المأمومين يقاس عليه غيره؟ بالنسبة للمأمومين، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى سليكا الغطفاني أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، وفي حديث أبي هريرة أيضا النهي عن على ذلك، أنها تحية المسجد. أن تحية المسجد، لكن تحية المسجد تشمل الراتبة القبلية للظهر وكذلك الجمعة، تشملها من جهة أنها قد تقوم مقامها، تقوم لكن تندرج فيها دائما، بلى، لأن لكن تحية المسجد تتأدى حتى بالفرض. نعم نعم، صحيح، لكن نحن نقول محل السؤال: هل هناك سنة قبلية للجمعة بحيث يمكن أن يؤديها الإنسان مثلا في البيت ثم يجيء فيكون قد أداها، أو أن الأمر فقط مرتبط بتحية المسجد التي تكون في الجامع؟ الذي يترجح أنها مرتبطة بالمسجد. نعم. والحديث الذي ورد فيه ذكر الصلاة قبل أن يجيء حمله كثير من أهل العلم على أنه مصحف، وأن أصل الكلام قبل أن تجلس، هذا حديث صليت ابن قبل ماجه، أن إذا نعم أذنتم أن أقرأه، عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فحملوه على أنه دليل على مشروعية ركعتين قبل الجمعة سنة لها، لأنه قال له: صليتها قبل أن تجيء، أي في بيتك. لكن الذي رآه عدد من العلماء الناقدين مثل المزي والقاضي عياض أنه مصحف، وأن أصل الكلام قبل أن تجلس. إذا تحية المسجد هي نعم، المقصود بها. وأيضا فإن سليك له خصوصية، هنا. فإنه كان من فقراء المهاجرين، وكان يلبس أسمالا متقطعة، والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. سكت له على المنبر عن الخطبة، فسكت وبقي ساكتا حتى أكمله ركعتيه، سبحان الله. لينتبه الناس له وليروا عظم هذا الشخص عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. فلذلك تصدق الناس عليه. سبحان الله.
من لطيف هذه المسألة وقوع الخلاف بين الجد والحفيد، بين شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام وجده أبي البركات، فإن أبي البركات يستدل بحديث سليك ويقول قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة سنة الجمعة الجمعة، وليست نعم، تحية ليست المسجد. تحية المسجد، نعم. وأبو العباس يقول وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر أصليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين، إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. قال هو المحفوظ في هذا الحديث وأفراد ابن ماجه في ابن الغالب غير ماجه، نعم، صحيحة، افراد ابن ماجه، وأفراد ابن ابن ماجه ماجه، في نعم. الغالب نعم غير صحيحة. فإذا ترون أن الترجيح هو أن هاتين ركعتين سنة المسجد نعم، وبالنسبة للإطلاق أن كل أفراد ابن ماجه فيها ظل. غالب غير صحيح، ابن ماجه نفسه ليست العلة منه، أي نعم، ولكن فقط شرطه. يقال تداول الأشياخ كتبه بغير تمحيص كما محص في الصحيحين وكذا. نعم، هو أصلا لم يقول يشترط المزي، الصحة. مزي قال نعم، كتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيح. يشير إلى هذا التصحيح اللي يشير إلى التصحيح، لكن ذكرته. أيضا الفرق بين شرط المؤلف وبين غيره، ابن ماجه لم يشترط الصحة أصلا مثل أصحاب السنن، نعم وشروطه مثل شروط الترمذي وغيره، نعم فلذلك لم يشترط لكن دائما يذكرون الصحة، انفراده فلا في يمكن أن مقام، يقاس بالصحيحين مثلا، في مقام التضعيف. لأنه أكثر كتب السنن ضعيفا، ولكن من أحسنها ترتيبا. طيب إذا نحن نقول الآن أن الذي يرجح عند فضيلتكم أنه ليس الجمعة سنة قبلية، لا، لكن ذكرنا أن ليس للإمام، أن هذا لا للإمام. إشكال فيه، طيب هذا بالنسبة الإشكال لغير الإمام كخلاف المأموم المأموم أن لها يصلي سنة لكن تحية في المسجد. المسجد، وهي مرتبطة بالمسجد، وأن ذلك مثل أن كما رجحنا أن الجمعة فرض هي ظهر ظهر مقصورة. مقصورة. نعم، طيب يعني القصد أنه مثلا لو صلاها في، صلوا الجمعة في خلاء مثلا أو في سفر أو في كذا، هنا ثمرة الخلاف، هل يصلي ركعتين حيث لا مسجد له تحية باعتبارها سنة الجمعة أو لا يصلي؟ نعم، بالنسبة لم يروى في مثل هذا شيء يعتمد عليه في أن لها صلاة قبلها، لكن يعني لا يعول مثلا لكن لا على، إنكار في مثل هذا إذا كان بعد الزوال، يعني إذا كانت البخاري ستتأخر بعد الزوال فلا إشكال فيها. البخاري عقد بابا نعم باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، لكن ما وروى فيه ذكره، حديث ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ذكر ركعتين. الظهر، لأن فقط البخاري يرى أن الجمعة هي فقهه في تراجمه، ظهر مقصورة، فإذا كان البخاري يرى أن لها سنة قبلها، يرى أنها مثل الظهر نعم، تماما، فلها وعلى سنة هذا فلها قبلها سنتها سواء قبلها. أديت في مسجد أو في خلاء أو في اي غيرها. نعم، فالمسألة إذا ما يتسع فيه نعم، التسجد النظر. طيب بعد الصلاة هل لها سنة بالنسبة بعدها؟ لبعد الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد، وثبت عنه أيضا أنه كان يصلي في بيته أربعا، وثبت أنه صلى ستة. فمن أهل العلم من جمعها فجعلها ستة، ركعتين في المسجد وأربعة في البيت. لكن العراقي صحح حديث عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة. نعم، لكن هو المقصود أن اثنتين في المسجد اي نعم. وأربعة في البيت. طيب وقد جمع ابن القيم جمعا آخر فقال إذا كان سيجلس في المسجد فليصلي ركعتين فقط ويبقى في المسجد، طيب وإذا كان سيخرج مباشرة إلى بيته فليصلي أربعة في البيت. نعم نعم، هذا فسي الجمع الذي ذكره ابن القيم فقط جمع بين الأحوال. يصبح تنوع أحوال. إيه نعم، طيب القول بأن التنوع في هذا هو تنوع وجوه، بمعنى مرة يصلي ركعتين ومرة أربع بغض النظر عن البيت والمسجد. لكن ظاهر كلام ابن عمر أنه جمع بينهما، صلى ركعتين في المسجد وأربعة في بيته. وقول من قال بترجيح الركعات الأربع لأن القول مقدم على الفعل. لا، بالنسبة لهذا في غير الهدي النبوي نفسه، لكن إذا قال صلوا بعد الظهر أربعا أو بعد الجماعة أربعا، فهذا القول فعلا مقدم على مجرد الفعل، لأن الفعل لا يدل على أن ذلك، قد له محامل أخرى، قد يحمل على الخصوصية وقد يحمل على، لكن القول ليس له هذه المحامل. جيد. طيب باب آخر من المسائل شيخنا يتعلق ببعض المسائل المرتبطة بصلاة الجمعة وليست مسائل الصلاة نفسها، تنظف وتطيب. بالنسبة للجمعة فيها اجتماع الناس وإظهار أبهة الإسلام وإظهار التعاون على البر والتقوى وإظهار الشعيرة، ولذلك هو يوم مختص بالمسلمين، فلا بد أن يظهروا فيه تميزا عن اليهود والنصارى، فلذلك يشرع فيه التنظف والتطيب واللبس أحسن الثياب، وأيضا الاغتسال كما سنذكره، فلذلك تشرع هذه المسائل. هذا التنظف يشمل الاغتسال كما سيأتي،
ولكن يشمل أيضا أن يأخذ الإنسان من شاربه، وإذا كذلك إذا كانت أظافره طويلة. طويلة أن يأخذها، وكذلك أن يزيل كل ما فيه رائحة كريهة من بدنه، ويدخل فيه الاستحداد ونحوه. ويدخل فيه الاستحداد، إلا أن الاستحداد مدته شهر سنته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلم أظافره كل 15 يوما، وأنه كان يستحد كل شهرا كل شهر. وهذا الذي مسألة قرأت، الأظافر تصدق على الجنسين ذكرا وأنثى؟ نعم، الجدي رحمة الله عليه يقول: فائدة يقلم سيد البشر أظفاره في كل 15 يوما كما في الجامع الصحيح، الجامع الصغير، والشهر كان أمد التنوير. التنوير معناه استعمال النقرة، استنورة. نعم، وهو المقصود به الاستحداد. وتبقى قضية الإبطين، فهي أيضا إما مع النقرة مع الاستحداد، جيد. أو مع الشارب محل طيب، في باب اللباس أيضا جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خير سمعه عبد الله ثيابكم بن البيض، سلام، نعم، نعم، قبل هذا: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. نعم. هل معنى هذا أنه من المشروع تخصيص ثياب لا تلبس إلا يوم الجمعة؟ تقصد ثياب لا تلبسه في المهنة وهي الاشتغال والعمل نعم. للصلاة، فإذا كان الإنسان يصلي فيهما الصلوات الأخرى غير الجمعة لا حرج، ويستقبل فيهما الوهود لا حرج، لكن لا يختصان بالجمعة بمعنى لا أنه لا لا تلبس يصلي إلا فيهما إلا جمعة، بل المقصود لا يشتغل فيهما في مهنته وأعماله التي تؤدي إلى العرق وتؤدي إلى التعب. وهل هناك لون مستحب فيما يلبس يوم البياض، الجمعة؟ البياض، لو قال: كفنوا فيها موتاكم، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. البياض في كل شيء؟ البياض، نعم، في كل شيء. يعني مثلا نحن نلبس الثوب والغترة الحمراء، هل يعد هذا كسرا للبياض فيكون لبس البيضاء أفضل؟ أو المقصود لبس الثوب البيضاء أفضل، القميص؟ لبس البيضاء أفضل، لكن هذا ما دام دمت تلبس ثوبا أبيضا، يعني أي قميصا أبيضا، فلا، ومثل أيضا العباءة والمشلح عباءة تكون بيضاء أيضا، البيضاء أي أيضا نعم، أفضل أفضل في هذا. أفضل دائما. طيب، وأيضا هنا فرق بين الجمعة والعيد، فالعيدان يسن فيهما الجديد ولو كان غير أبيض، والجمعة يسن فيها الأبيض ولو كان غير غير جديد، جديد نعم، لحديث الحديث: صلوا كف. فيها جمعكم وكفنوا فيها متعكم. جميل. طيب، مسألة أخرى متعلقة بالمشي، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أولا، أجر السنة هذا هل يتفاوت بحسب تفاوت سنين المصلي، ما إذا كانت سنته عامرة بالطاعة أو دون ذلك، أو هو أجر مشترك؟ بالنسبة للحديث فيه أجر كثير جدا، من أكبر الأحاديث. سبحان الله. وإذا قلنا بعدم تأويله وحمله على ظاهره، يبقى فيه إشكال في قضية الغسل واغتسل، قضية بكرة وابتكرة، هنا جمع بين هذا. وبعد ذلك قضية أجر السنة، معناه أجر ما يطلب في السنة من الطاعات، حتى ولو لم يكن هو يعمل تلك الطاعات. كل ما يعمله الناس. إيه نعم، ما يطلب في السنة، يشمل فرائضها وسننها ومندوباتها وصيامها عجيب. وحجها وعمرتها، ما يطلب في السنة في مواسم الخير كلها من السنة. سبحان الله، نعم، يكون له مثله إيه نعم، بكل خطوة. كل خطوة. عجيب. ما دمتم ذكرتم الإشارة شيخنا في غسل واغتسل في بيان المعنى منه. قيل معناه غسل ملابسه واغتسل هو، لأن غسل فعل في الغير واغتسل، وبكر و وابتكر. نعم، وقيل المعنى أنه سعى لاغتسال أهله، فيكون هذا من إتيان الأهل حتى يغتسل هو من جنابة وتغتسل امرأته من جنابة، وعلى أو هذا يحثهم حمله على كثير ذلك من العلم. مثلا. نعم. وأيضا بالنسبة لبكر وابتكر، فمعناه أنه بكر على عادته، وابتكر معناه تكلف البكورة، فإما أن يكون المعنى أنه حضر صلاة الفجر مبكرا ثم بعد ذلك حضر الجماعة مبكرا، فجمع بين تبريهم. الدورين. نعم، هو لفظه بكرة أو بكرة أو كلاهما. كلاهما محتملة. طيب، هل المشي شيخنا مثلا في الحر يقال إنه أعظم أجرا من المشي إذا كان الجو معتدلا، أو لا شأن لهذا؟ بلى، قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فما كان النصب فيه أكثر من هذا النوع من الطاعات، فقط إذا كان الإنسان سيتعرض لحر ربما يضره لا يشرع له ذلك، نعم. وأمانة البدن مقدمة على طلب الأجر في مثل هذا،
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يظلل عليه وهو في الحر وقيل إنه صائم بين أن هذا ليس من البر. وهل يقال شيخنا بتكلف المشي بمعنى أن يتقصد الإنسان ترك السيارة والمشي مسافات طويلة؟ يرى بعض أهل العلم أن السيارة أكثر كلفة من المشي لأن أكثر فيها إنفاق، أكثر كلفة؟ وزنا لأنها فيها إنفاق وهي أيضا خطواتها محسوبة. عجيب، هذا من كلام المتأخرين إيه نعم، وترون له وجه، إذا كان لأنه في الأخير المشي مقصود لذاته في لكن كثير من هي المصروف، تمشي به السيارة والدابة أيضا ويمشي. تمشي به. إيه نعم، يعني لكن لما ذكر الحديث المشي، هل كان يقصد أن الدابة أيضا تدخل في نفس الأجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته وسعى اللهم على صل ناقته وسلم. ورمى على ناقته ووقف على ناقته وخطب على ناقته. إذا المشي هنا ليس له مدلول بعينه فيما ترون، من المقصود أن يمشي على قدميه. لا، هو الخطى لها ذكر، نعم جاء ذكر الخطى، لكن أي السيارة خطاها أيضا وإنفاق البنزين نعم، في تحركها إنفاق. بمعنى قصدت فإذا أن أكون أكثر عملية، لو أن الإنسان تيسر له الذهاب مشيا وتيسر له الذهاب بسيارته، فهل يقال له إن مشيك أفضل وأعظم أجرا لظاهر الحديث ولما فيه من المشقة، أو يقال إن ركوب دابتك أعظم أجرا لما فيه من النفقة، ذكرت أن بعض المتأخرين يرى هذا القول الأخير، أو يقال والله الله أعلم. أعلم. طيب، بالنسبة لتخطي الرقاب شيخنا في وقت الخطبة، بالنسبة لمن جاء ينبغي أن لا يؤذي من سبقه، ولذلك لا يشرع له تخطي الرقاب، بل جاء النهي عنه نهيا صريحا، وبين أيضا ما فيه من الخلل، لأن الإنسان الذي يأتي يضيع الأجر. متأخرا فيتخطى رقاب الناس قد آنى وآذى، آنى معناه تأخر وآذى الناس بعد ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنه لأن يصلي على الحرة خير له من أن يتأخر ثم يأتي يتخطى رقاب الناس على الحرة، شوف مسافة من المسجد. نعم، نعم، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. هل يقال إن التخطي يضيع هذا الأجر، أجر التكفير؟ التخطي فيه أذية للآخرين، وهذا من حقوق العباد. والذنوب تنقسم إلى 3 أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة وهو حقوق الله المحضة. فأذية العباد من الذنوب الكبيرة التي لا تترك، نعم، فلذلك الأصل ويؤخذ بها من حسنات الإنسان. نعم يؤخذ بها من حسنات الإنسان. هل يحسن في مثل هذا وبالأخص أنه جاء النهي أيضا عن لم يفرق بين اثنين بغير إذنهما كما نعم في صحيح الحديث أيضا. صحيح، فالتفريق بين اثنين في بعض الأحيان يكون أذية، لأن الشخص جاء أو يأنس إلى جاره الجالس إلى جنبه، وقد يكون ابنه وقد يكون أخاه. صحيح. الأحاديث التي لا تخلو من ضعف في هذا الباب، هل إرادها و تذكير الناس بها في محله، كحديث مثلا معاذ بن أنس: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. بالنسبة لهذا الحديث يشهد له ما ذكرنا من أن أذية الناس ممنوعة، وبالأخص أذية المجاورين الذين لكن هم ضيوف اتخاذ جسر إلى جهنم الرحمن. مسألة المعاصي كبيرة. كلها جسور إلى جهنم، المعاصي كلها جسور إلى جهنم، لأنها مما يؤدي إلى الوعيد، ولكن الله لكنها في المشيئة إن شاء الله. طيب، في الجملة هل يقال التخطي محرم أو مكروه؟ التخطي إذا كان أذية فهو حرام، حرام. كل أذية للمسلمين حرام. طيب، وإذا وجدت فرجة؟ الفرجة يسدها الإنسان، لأنه ما من خطوة أعظم غير بعد الخطوة في الجهاد في سبيل الله من خطوة تخطوها لتسد فرجة الصف. هذا في الصف القائم للصلاة إيه أو نعم، حتى في وقت انتظار كذلك الفريضة؟ في انتظار الصلاة. لأنه إذا أراد أن يسد الفرج في وقت انتظار الصلاة سيتخطى الرقاب لا، قطعا، هو إذا لم يتخطى الرقاب فيقال له اجلس فقد أذيت وجد وأنيت. طريقا، إذا وجد طريقا وكان سيجد مكانا ليس فيه تفريق بين اثنين نعم، بغير إذنهما لا حرج. هو يحصل أنه يجد مكانا مثلا على بعد 4 أو 5 صفوف فارق، لكن يجب حتى يصل أن يستأذن من حوله ويتفرقان عن ولا حرج يتفرقان. عليه، إيه نعم، معنى إذا النهي فقط في من تخطى وهو لا يرى مكانا بعينه يريد أن أو تخطى بأذية ولم يأذن له من تخطاه ولم يوسع له. لابد من الاستئذان. إذا كان سيضرب برجله صفحة عنق إنسان أو بعض كتفه الفقهاء يقولون أنه إذا وجدت فرجة فإن عليه أن يتقدم، والإثم ليس عليه بل على هؤلاء الذين جلسوا متأخرين وما سدوا الفرجة. هذا بالنسبة لما كان في أثناء الصلاة، لأن سدها قبل الصلاة غير واجب.
فلا حرج عليه. هنا. طيب مسألة مهمة شيخنا بعد هذا، مسألة الجمع بين والآن أيضا قضية الحرم، أيوة الحرمين الشريفين، نعم يأتي ناس في يجلسون في أول ظل وجهه صحيح ويبقى وراءهم مسافات فارغة، فإذا جئت إما أن تجلس معه وإما أن تتعدى نعم تتخطى الرقاب، فلا بأس بالتخطي حينئذ. حينئذ لا يستأذن الإنسان ويفرق حتى لا يؤذي، لأن تخطي الرقاب المقصود به الأذية التي تحصل أنت إذا رفعت رجلك على إنسان صحيح في ذلك أذية له، نعم وإذا ضربته بركبتك على منكبه أو صحيح، كتفه قد آذيته وأيضا كثرة المرور مؤذية. مؤذية في بعض الأحيان، أيضا حتى ما كان منها وقت الخطبة هذا مؤذي أكثر، لأنه يشغل الإنسان عن السماع. التدبر والسماع والتفكر. طيب شيخنا مسألة ولذلك جيد اتخاذ الطرق في الحرمين ممرات، ممرات بين الصفوف لسد هذه الفراغات. أسأل فضيلتكم يا مولانا الشيخ عن الجمع بين الجمعة والعصر، لمن يحق له الجمع طبعا بالنسبة للمسافر يعني. للجمعة إذا كانت ظهرا فالعصر يحل جمعها مع الظهر لمن شرع له جمع كالمسافر وغيره، فحينئذ لا حرج يعني عليه. أسأل عن ترجيحكم في المسألة، نحن رجحنا أن الظهر أنها أن الجمعة ظهر مقصورة، وعلى وبالتالي هذا يجوز معها يجوز أن تجمع معها العصر بحق المسافر طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، قالوا ذكر الظهر ولم يذكر الجمعة، مما يدل على عدم مشروعية جمعها مع العصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الجمعة ولا يقتضي ذلك أن ذلك لم يشرع، بقي أسبوعا لا بد أن فيه جمعة. لا، وما قال إنه دائما يجمعها، نعم إنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 من المدينة من غير أيوة خوف ولا مطر. قيل ولما؟ ثمانية قال أيام لا يحرج أمة، أراد أن لا يحرج أمته مرة واحدة. حديث البخاري إيه نعم، بس لثمانية أيام. لا 8 و7، 8 معناها 8 8 ركعات، الظهر 4 والعصر 4 معناها من وليس غير سفر. المقصود أنه صلى لا لا 7 أيام، ليس، لا لا مرة واحدة لأنه بس، بني على هذا الفهم مسائل كثيرة في الجمع لا والقصر. لا هذا غير صحيح. و7 بمعنى المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، هذه 8 و7، ليس المقصود ثمانية المغرب أيام ثلاث، سعيدة. المغرب 3 والعشاء 4 هي طيب 7، هذه 7، والظهر 4 والعصر 4 هي ثمانية، 8. نعم يعني جمعة بغير قصر. اي نعم. أيوة طيب عندي استدلالات في مناقشة المسألة، أستأذنك بعد هذا الفاصل نعود إليها إن شاء الله.
طيب شيخنا، بالنسبة لقصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور يوم الجمعة من قلة الغيث، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر وتوالى حتى الجمعة التي تليها. قالوا لم ينقل في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن بالجمع بين الجمعة والعصر مع وجود الحاجة إلى ذلك. بالنسبة لجمع الظهرين من أجل المطر لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع الجمعة ولا مع الظهرين، إنما لكن ورد الجمع بين العشاءين فقط، ولذلك لمصادفة المطر في ذلك هو الوقت، محل خلاف بالنسبة لجمع الظهرين من أجل المطر. الظهرين ما يقاس على المغرب أصلا محل والعشاء. خلاف، لا محل خلاف، ظاهر القياس شيخنا، لا مشكلة. فرق بين الظلام والنهار، لأن فإذا دجل الجو أظلم من المطر ما يمكن أن يكون الليل كالنهار كالليل، لا يقاس الليل على النهار، نعم. فبينهم لا يقاس أقصد النهار على الليل بين عموما هم الليل. قالوا أنه كونه لم يأذن له بالجمع بين الجمعة والعصر رغم وجود الحاجة معناه أنه لا يجوز الجمع لا بينهم. ليس كذلك، لأنه حتى الأوقات الأخرى ما روي عنه أنه جمع بين الظهرين في أي حديث، ولا في هذا الأسبوع نفسه ما ولا نقل في أنه هذا جمع الأسبوع المغرب لم والعشاء يرد أصلا. أنه، لا المغرب والعشاء هذا جمع لا الليل ورد، أقصد في الاستدلال بنفس الحديث على أي عدم نعم هذا جواز الحديث جمع ليس فيه الجمعة. جمع في العشاء، لكن أقصد أن المغرب والعشاء جاء جمعهما من أجل المطر، طيب لكن بالنسبة للظهرين لم يأتي جمعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المطر، وقد قال به الشافعية وهو رواية عند الحنابلة التي لم يذكرها ابن قدامة في موني. المغني ولا في الكافي، لكن ذكرها في المقنع نعم. طيب القول أو بأن نعم تفضل شيخ المالكية والحنفية لا يرون الجمع. الجمع بين الظهرين لأجل المطر. طيب القول شيخنا بأن الجمعة لا تقاس على الظهر لأنها عبادة مستقلة والعبادات توقيفية لا يجوز فيها الأحداث بمجرد الرأي، وبالتالي ما دام لم يرد النص على جمع الجمعة مع العصر وإنما ورد على الظهر فلا تقاس صلاة على بالنسبة صلاة. للجمعة هي الظهر كما ذكرنا، وإنما هي مقصورة، والصلوات خمس فقط ليس لهن سادسة، وهذا مما لا يقبل التغيير ولا النسخة، لأن نعم. الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هن هي خمس ليست وهن مسألة خمسون. قياس وإنما هي هي. هي طيب أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه في باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة أورد فيه حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم إذا وسلم اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال الحافظ ابن حجر وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر. قياس على الظهر يقصد انها ظهر فقط، لانه كان كذلك يفعله في الظهر، جيد. ويستدل بهذا أيضا على أنه كما جمعت الظهر تجمع الجمعة تجمع بناء الجمعة على أنه كما ولا أبرد فرق بينها وبين الظهر. طيب الذي يعرفه أن الحنابلة يمنعون الجمع مطلقا، هذا هذا صحيح؟ ابن القيم هو الذي يعرف له هذا ذلك من الحنابلة، لكن ليس المستقر في المذهب. ما ادري اللي يعرفه، اعرف هذا الكلام ابن القيم رحمة الله عليه ومن بعده تبع له، لكن هل روي في ذلك شيء عن الإمام أحمد أو عن أحد من الأئمة بعده؟ لا أعرف في ذلك شيء. هل وعلى عندك، كل هل اطلعت على شيء؟ ما أعرف، سوى أنه نقل لا أدري ما هو؟ تحريره أنه مذهب الحنابلة يمنعون الجمع مطلقا. أنا أعرف الكلام لابن القيم رحمة الله عليه في هذا الأمر. قد أكون أخذته عنه لأني هنا ما عزوت المسألة للأسف. إذا على كل حال الذي ترون رجحانه هو جواز الجمع بين نعم. الجمعة والعصر لكون الجمعة هي الظهر وهي أصلا الظهر، نعم. ولا فرق بينهما. وأنقل هنا قول بعض الفقهاء أيضا يقول إن معنى الجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر، ولا فرق بين عصر السبت والخميس وعصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر إلى الصلاة التي قبلها. يعني نظروا من زاوية أن الجمعة التي هي محل الإشكال إن صحت العبارة لم تمس بشيء وهي في وقتها، وإنما نقل العصر عن وقته إلى وقت ما قبله، وهذا لا فرق فيه بين السبت والجمعة. صحيح، استدلال قائم. طيب وأيضا قالوا خفف الله عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة ومع ذلك تصح منه إذا حضرها تيسيرا، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمع العصر معه؟ صحيح وأيضا قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة مع كثرة وقوع السفر في زمانه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضه أن مذهب الجمهور وكذلك. بلى. وأيضا بالنسبة للكلام ابن قدامة رحمة الله عليه في الجمع، في قاعدة مهمة وهي قال الجمعان أفضلهما أرفقهما. جميل. تقديما أو تأخيرا. أي نعم، فهذه القاعدة مهمة جدا، فالرفق أصلا في الجمع. المرجع في الجمع إلى ما هو أسهل للمسافر وأرفق له. طيب مسألة أخرى شيخنا، من أدرك مع الإمام
أقل من ركعة من صلاة الجمعة، قلنا يصليها، ظهرا يصليها ظهرا. خلافا حلو. لمحمد بن الحسن الشيباني. طيب السؤال هو هل لذلك ارتباط بالنية؟ بمعنى لو دخل في صلاة الجمعة مع الإمام بعد الركوع ولم ينويها ظهرا ثم تنبه فيقلب النية إلى الظهر، لا إشكال؟ الجمعة هي الظهر كما لا ذكرنا، إشكال لا إذن. إشكال. معنى لا يلزم أنه قبل دخوله للصلاة مع الإمام إذا كان بعد الركوع أن ينويها ظهرا، وإنما يصلي صلي. نعم، طيب إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد. هذا من الأمر الجديد، لأن الأصل أن أهل البلد يتسع لهم مسجدهم ويبنون مسجدا كبيرا يتسع لجميعهم هذا ويحضرونه في الزمن في الغابر الزمن شيخ. الغابر، نعم. لكن بعد أن اتسعت المدن وأصبحت تعدد المساجد فيها من الضرورة بمكان، أصبح الشأن تعدد الجمع كما قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، بل أصبح الشأن تعدد الجمع، هو الأصل. أصبح هو الشأن الذي عليه العمل في كل أمصار العالم، نعم. لكن يا مولانا الذين الذين يقولون يذكرون قديما النهي عن ذلك وبطلان صلاة بلى، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاته في مسجد واحد طوال حياته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بالنسبة لهذا يحتاج إلى إثبات أنه لم يكن بالمدينة جامع آخر تصلى فيه الجمعة، يحتاج إثبات لو كان هناك جامع. لا، قباء كان يصلي فيه معاذ يخطب بالناس ويصلي، وكان فيه مسجد بني مبذول، وكان في آخر المدينة جهة الغرب، لكن لم ينقل صلاة الجمعة فيه، بلى كانوا يصلون صلوا الجمعة، في الجمعة في زمن لكن النبي صلى في الله عليه زمن وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، لكن إذن لا قبل يصح القول أنه لم تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد في هذا المدينة. فقط في المدينة، إذا قيل أن المدينة هي ما كان في الحصون المتجاورة أي نعم. من سلع إلى الحرة بني بياضة، فقط. إيه نعم، طيب. فلا يرون قباء من المدينة ولا يرون منازل بني مبذول بن نجار من المدينة، فهمت؟ لكن طيب. بنو سلمة كانوا من أهل المدينة لأنهم في شعب سلع، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم دياركم تكتب آثاركم. كانوا بعيدين بعض الشيء. إيه نعم، طيب قول بعضهم شيخنا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم ولا زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 267، رغم أن البلاد في عهد الراشدين اتسعت حتى أن عثمان زاد الأذان الثالث حتى يسمع الناس. هذا محله إذا كانت المدينة المقصود بها حدود محددة كما ذكرنا، المدينة النبوية أي نعم. في العهد النبوي وعهد فهذه الخلفاء إلى زمن الراشدين، التابعين ما أقيم فيها جمعة إيه أخرى. نعم، وكذلك مكة الحرم يتسع للجميع وكان لم يكن فيه لكن ذلك، يعني قوله رغم أن البلاد في عهد الراشدين اتسعت، كأنه يقصد ليس المدينة وحدها، بل في كل مدن الإسلام ودولة الإسلام لم تكن تقام إلا جمعة واحدة إلى زمن علي. هذا يثبت تاريخيا. الله أعلم، لكن الذي يبدو أن الصدر الأول كانوا يحافظون على الاجتماع الجمعة، فأهل المحلة على الأقل إن لم نقل البلدة بكاملها ما يسمى باسم مدينة، كل مدينة لها اسم مستقل يكون لها جامع واحد. هم عولوا على كلام الإمام أحمد لما سئل عن تعدد الجمع، فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة، وهو توفي في رأس القرن الثالث كما تعرفون. نعم، يقصد في المسلمين، يقصد في كل مدينة ذات اسم مخصوص، فهو طيب. كان في بغداد ولم يكن في عهد ذاك إلا جامع واحد، وهي مدينة منشأة جديدة في أيام الرشيد، نعم، وقد أدركه هو آخر أولاد الرشيد وهو المعتصم، كان في زمانه كبيرا، ثم الواثق من المعتصم ثم المتوكل للواثق، وفي أيامه توفي سنة 204. أيضا من وجوه الاحتجاج التي ذكرها بعض شيخنا أنه لو فرقت الجمعة في مساجد الأحياء لانتفت الغاية منها والحكمة من اجتماع المسلمين فيها، فلا ينبغي أن يؤذن بأكثر من جمعة في البلدة. هذه محله إذا كان المسجد يتسع للجميع وكانوا سيأتون جميعا، أما غير ذلك من مساعدتهم على الحضور فلم يرد نص بالنهي عن تعددها لا قرآنا ولا سنة، والمقصود ما يعين على البر والتقوى، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا لم تصل الجمعة في أطراف الأطراف سيتخلف أهل الأطراف ولن يحضروا، فنعينهم على البر والتقوى والتعدد. إذا كان الأمر كما تفضلتم بعدم وجود دليل صريح في النهي عن التعدد، فلماذا تشديد الفقهاء إلى درجة أن يقول الحجاوي مثلا: إن أقيمت جمعتان لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا.
يعني يقال هذا في شيء ليس فيه نص نعم، هذا أصلا ليس عند الحجاج وحده، هذا عند عند حتى عند غير الحنابلة، أيوه عند المالكية أيضا نفس صحيح عند كوكب الفقهاء من أين أخذوه؟ إذا ما ورد أي نص ينهى عن جمعتين، وإنما المسألة مسألة يعني تأول في اجتماع الناس، وكيف تبطل الصلاة بمثل هذا؟ إذ ذاك كانوا يرون أن ينظرون إلى الاسم، أن الصلاة جامعة للجميع، هنا وأن هذا مفرق، يرون أنه خلاف المقصد الأصلي. جيد، خلاف المقصد، خلاف الأولى، الأحسن أن لا يكون، لكن إبطال الصلاة صحيح، لكنهم يرون أن الجمعة هذه هي، فإذا سلم الأول منهما أبطل على البقية هنا، وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة، تقريبا معناه عند القدماء، أول من خالف فيهم معناه ممن يصعب إلى عرفته المازري شارح صحيح مسلم صاحب المؤلف. خالف في هذا نعم، وصحح الجمعة كلها. لا، رأى أن بعض الأمصار إذا تعددت فيها الجوامع، فذكر أنه في بعض الأمصار كان يوجد أكثر من 30 جامعا في أيامه هو. أنا أيضا وجدت ابن قدامة يقول، وجملته أن البلد كان كبيرا يشق على أهل الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوها من الأمصار الكبار، جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها، لأن الحدود تقام فيها في موضعين. نعم، الآن فقط يعني الحدود تقام فيها في موضعين، معناه أنه اعتبرها الجمعات مدينتين، هنا لأن بغداد يشقها النهر، صحيح فكانت عبارة عن مدينتين، مدينة الكرخ ومدينة الرصافة، وبينهما النهر، فاعتبر الرصافة وحدها والكرخ وحده. أجل الله فرجها. آمين، نسأل الله أن يحفظ السنة في العراق وأن يفرج همهم في سكرهم. يا رب. إنما أنا فقط الذي كان يعني يلفت نظري وأسأل عن رأي الفقهاء المعاصرين فيها ورأيكم، إنه هذا التشديد القديم أصبح الشأن الآن تعدد الجماعة، حتى يعني لا حول الحرم تسمع الخطبة. يعني لا ينبغي أن يطرح الآن مسألة التشديد في تعدد الجمعة والقول بإبطال الثانية وكذا وكذا، لا، لأنه لم يرد فيه نص، وإنما هو استحسان مبني على مقصد شرعي. وبالنسبة لأنظمة الوزارات في الدول مثلا، هل ترون أن تتشدد في هذا فلا تأذن بالجمعة إلا بالتدقيق والتأكد من عدم، أو الأولى أن تترخص وتجعل الناس يصلون لولا أن تترخص، لكن في بعض الأحيان تقع فوضى، في بعض الأحيان يكون الخلاف بين شخصين، فيبني هذا مسجدا ويبني هذا مسجدا ويتجاوران، هنا وقد حصلت حصل نعم، و وحصل تنازع الخطباء أيضا. نعم، تنازع الخطباء، وحتى الفقهاء يعولون على تقارب المساجد جدا في ما يتعلق بالأذان، فالمسجدان إذا تجاورا وأذن لا يغني أحدهما أذان أحدهما عن أذان الآخر. وجدي رحمة الله عليه يقول: أذان مسجد وإن تقارب أو إن تلاصق أو إن كان ارتقى هذا على هذا، فعن أذان الآخر لا يغني حك الزرقان. لابد فذكره. من أذان لكل إيه نعم، منهما. لا بد. أختم، تأذن لي بعبارة شيخ الإسلام في هذه المسألة لأنتقل إلى غيرها. قال: نعم، يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء. كان العلماء قد ذكرنا أن المقصود به خارج المذاهب، وإلا المذاهب فقد معروف بأبو يوسف هنا وهو قاضي الخلافة قاضي الخلافة وقتها في وقتها، لكن بالنسبة لمن قال بذلك من العلماء الكبار مثل عطاء بن أبي رباح مثلا من لا الأقدمين. لا لا المذاهب. نعم، طيب أنتقل وهذه أيضا قضية التعدد يشملها أيضا ما يحصل من التشويش، إذا كان التشويش يحصل كالخطيب الذي يشوش على الخطيب الآخر بالأصوات الصوت ويشوش على المصلين فتختلط الأصوات، فهذا من إشكال محذور شرعي. جيد، ويبقى الإشكال في المقتدي الذي يقتدي فيسمع صوت هذا تكبيرة ويسمع هذا ذاك. ويسمع تكبيرة هذا وتلتبسان عليه، جيد، فبمن يقتدي؟ إذا يمكن أن يقال أنه ليس هناك نص يمنع من إقامة جمعتين في مدينة واحدة، وأن الأصل الترخيص في ذلك، ولكن يحذر فقط من مثل ما التجاور أو يؤدي إلى تداخل الأصوات أو ما يؤدي إلى النزاع أو ما يؤدي إلى إخلاء فرقة المساجد وأخلى المساجد. ونحو ذلك. طيب أنتقل إلى مسألة غسل الجمعة، شيخنا ترونه سنة أم واجبا؟ بالنسبة للغسل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإنسان فيه رائحة كريهة تؤذي المصلي، وهو يجب عليه أن يشهد الجمعة، فحينئذ يجب عليه الغسل، يجب عليه لا من جهة الجمعة وإنما من جهة يجب الجماعة عليه من جهة وشهودها. الجماعة.
جيد. الحالة الثانية لا يكون كذلك بأن يكون نظيفا متطهرا، فحينئذ لا يجب عليه الغسل لكنه يسن له، لا يجب عليه. لا يجب عليه الغسل. وماذا نصنع بحديث الشيخين؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالنسبة على كل بالغ. للحديث لم يأخذ به أصحاب المذاهب الأربعة، وهو في الصحيحين. وهو الصحيحين، وحملوه على أن المقصود به ما يتعلق بالوجوب الذي هو تأكيد السنة في ذلك، ولا يقصد به الوجوب الاصطلاحي. الشرعي. فالوجوب الاصطلاحي جاء بعد هذا، لأن الاصطلاحات التي درج عليها الفقهاء يعني هو جاء، ليست هي بالألفاظ النبوية الواردة كما يعني هي. كقولك لصاحبك هذا واجب عليه، بمعنى أنه متأكد الحق وكذا. أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل، عليه مثلا الصلاة والسلام. إن ربكم حرم عليكم حقوق الأمهات وولد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ضاعة المال هنا قال كره لكم، ولكن ضاعة المال حرام. فهذا هو الاصطلاح فقط، الاصطلاح في الألفاظ لدى المتأخرين. طيب، ابن دقيق العيد رحمه الله يقول في مناقشة هذا التأويل الذي تفضلتم به، قال: تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على الظاهر. وأقوى ما عارضوا به هذا الحديث حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، الحديث المعروف، ولا يعارض سنده سند هذه الحديث. يعني هو يقول أنه ما الداعي إلى مثل هذا التأويل، وليس هناك معارض يعارض الوجوب حتى نتأول لفظة واجب. لا، هو في أحاديث أخرى صحيحة غير هذا الذي ذكره مثل ابن القيم، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فأسبغ الوضوء فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة واستمع وأنصت. استمع. أي نعم، هذا حديث صحيح ولا إشكال فيه، وفي ذكر الوضوء. يشكل عليه أنه مروي في مسلم بلفظ من اغتسل عن أبي هريرة أيضا، نعم، هذا اضطراب في اللفظ، ويرجح ما يوافق الحديث الآخر. ولكن ثبت فيه لفظ الوضوء. نعم، حتى لو عرض بسند أصح قال بلفظ الوضوء. الاغتسال اي نعم، يكون جميع. ويشهد للحديث الآخر الذي هو صريح في الوجوب. طيب، أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم، الذي حديث عمر كان وقف على المنبر يخطب، يخطب. نعم، فدخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو الا ان كنت في عملي، فسمعت النداء فتوضأت واتيت، فقال: والوضوء ايضا. وفي رواية: لقد طففت، وقد علمت أن قد علمت رسول أن الله رسول صلى الله الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم نعم. أمر بالغسل. أي نعم، فأمر به على وجه السنة، ولذلك أقره، فلم ينكر عليه عمر ولم يأمره بالرجوع للاغتسال. وهو أيضا قيل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، نعم، وصرح بذلك في بعض الروايات، وإن كان الأدب هو ما فعل مالك بإبهامه نعم، فلم يسمه. رحمه الله. هو كما تفضلت، بعض الفقهاء قالوا أن الحديث لا دلالة فيه على الوجوب أصلا، لأنه لو كان واجبا لما تركه عثمان ولا أقر عمر، لا رجع عثمان فاغتسل أو لا أمره عمر. لكن الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله له نص عجيب، وتعرفون ألفاظ ابن حزم رحمه الله، يقول: لو كان نعم، يقول على الذين تأولوا هذا التأول، قال: هذا قول لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم، لأنه كله قول بما ليس في الخبر منه شيء، لا نص ولا دليل، بل نصه ودليله بخلاف ما قالوا. وأول ذلك أن يقال لهم: من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل صدر يومه ذاك؟ ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ هذه قضية ثانية، هي قضية الغسل هل هو للجمعة أو لليوم. إيه، لكن أقصد، هو يقصد أنه قد يكون اغتسل، وبالتالي لا حجة في الحديث على منعه. لا، لكنه هو لما قال له عمر والوضوء أيضا لم يقل له أنا قد اغتسلت، لو كان كذلك لدافع عن نفسه. صحيح، لكن يقول أيضا ابن حزم: فإن ابن حزم قالوا قال الأندلسي فيه: إن لسانه هو سيف الحجاج، قال رحمه جابر الله، بن دين واحد. يقول بعد ذلك: ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه؟ ومن لكم بأن عمر أمره بالرجوع للغسل؟ قلنا: هبكم لا دليل عندكم بهذا ولا دليل عندنا، فمن جعل دعواكم أولى من دعوانا، هي تساقط الدعوة تساقطت الأطراف. فلا يكون الحديث طيب، دليل، هذا هو مقصوده. نعم، إذن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم محمول على التأكيد. محمول على التأكيد، وأنه واجب على من فيه الرائحة، لأن جيد. حديث عائشة أيضا فيه أنهم كانوا يأتون من العوالي ويشتغلون بالزراعة والنخل، نعم، فيأتون وقد اغبرت ملابسهم وفيهم الرائحة، نعم، فشرع لهم هذا الاغتسال وأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإزالة الرائحة. ويقال إنها من موافقات عمر أيضا، إن عمر أول من اقترح ذلك فأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ومن المعلوم أن كل ذي رائحة كريهة من المنهي أن يدخل به الإنسان المسجد، لأنه يؤذي الناس
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. وكذلك النهي عن دخول المسجد برائحة الكراثة والبصل. فالوجوب محمول على هذا نعم، فحينئذ وأشبهه. إذا كان الإنسان فيها رائحة كريهة فهو لا يحل له دخول المسجد بها، نعم، ويجب عليه أن يأتي الجماعة ويشهدها، فيجب على الغسل من فيجب هذه عليه الجهة الغسل من لا هذا من الجهة. جهة هذا الحديث. نعم طيب، وحديث عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه ليس فيه دليل على وجوب الغسل أصلا، ليس، بل قد يكون لا، دليلا هو على دليل على عدم عدم وجوبه. وجوبه، طيب، وما قاله ابن حزم لا نوافقه عليه، فإن عثمان لو كان اغتسل من النهار لأخبر بذلك ودافع عن نفسه. ما روي عن وأيضا ابن هو قال: هنا توضأت وأتيت، فهذا الدليل على أنه يقصد أن الوضوء للجماعة. حديث ابن عمر لما سئل عن الغسل يوم الجمعة رضي الله عنهما فقال: أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقه ابن حزم في المحلى. الأمر دائما يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء وبقيد لا شيء ولا وبلا بقيد قيد. شيء، فإذا أطلق بقيد شيء معناه بقيد الجزم كان للوجوب، وإذا أطلق بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم كان للندب، وإذا أطلق لا بقيد شيء، لا بقيد الجزم ولا بقيد عدمه، فهو الأمر المطلق الذي يبحثه الأصوليون ولا يبحثه الفقهاء. فلذلك هذا الأمر هنا هو من الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بالجزم ولا بعدمه، فيشمل الحد المشترك بينهما. طيب، قال ابن القيم رحمه الله، وأريد تعليقكم على كلامه رحمه المولى جل جلاله، الله عليهم أجمعين. قال: وجوبه أي الغسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي في التشهد صلى الله الأخير، عليه وسلم. ووجوب القراءة على المأموم. وهذه مسائل كثير هذه منها، مسائل كلها فيها خلاف، و لكن القول بالوجوب في بعضها ظاهر ومشتهر وقوي، فإذا صار هذا أقوى منه هذه تقريبا أقواها قضية الوضوء من مس مس الذكر، الذكر. نعم، لأن حديث بصرة بنت صوان قوي في هذا، وهو أقوى حديث في الباب، ووجوب وإن الصلاة على كان النبي في لم التشهد يغير. الأخير أيضا. لا، ليس كهذا، هذا من مس ذكره فليتوضأ، وعده عروة بن الزبير من نواقض الوضوء لما خالفه أبو بكر بن عمرو بن حزم، ومروان بن الحكم كذلك عده. فلذلك هو أقوى مسألة في هذا الباب. أما قضية القهقهة وبطلان الوضوء بها طيب، وقضية، لنبقى على هذا، إذا كان غسل الجمعة أقوى منه فما أمر وجوبها عظيم، ليس سهلا. هو أقوى منه من ناحية الصنعة الحديثية، لأن هذا حديث الصحيحين، هنا وحديث بصرة بنت صفوان ليس في شيء، ليس في الصحيحين، لا فقط من واحد حيث منهم. صحة السند، إيه نعم، لا هو صحيح من حيث إسنادا لكن الرواية. عدل عنه الشيخان لأنه معارض لحديث طلق بن علي، هنا وهل هو لا إلا أقصد رباط أن النخل. حديث وجوب غسل الجمعة أصح رواية إيه من نعم، هذا، إيه نعم، ولكن الدراية حملته على غير ظاهره. إيه نعم. طيب، أيضا حتى من المستغرب جدا تأويل بعض الفقهاء له بأنه يختص بالمحتلم، أي الذي عليه جنابة من احتلام. هذا هذا بعيد. تأويل بعيد، لأنه لو كان كذلك لما كان الجمعة فيه طيب، أي اختصاص. أستأذنك فقط في الدقيقة الباقية أن أذكر بعض النصوص التي احتج بها الذين لا يرون وجوبه، نعم، ونختم بالتعليق عليها. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم: وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في الغبار، حديث عائشة الذي ذكرتم، فكأن الغسل مرتبط بهذا الاتساخ. وما روي عن ابن عباس في الغسل يوم الجمعة أنه خير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب، هذا نص ابن عباس. وسأخبركم كيف بدأ الغسل، وذكر مثل ما ذكرت ذكرت عائشة عائشة. رضي نعم الله عنها. نعم بالنسبة لحديث سمرة بن جندب فيه بحث من ناحية الإسناد، فهو أضعف. طيب، إذا في بحث استأذن إذا نستفتح به الحلقة القادمة حتى نعطيه حقه إن شاء الله. لا، هو فقط نتعداها، لأن طيب القضية هنا طيب تفضل. فقط أنه ليس أقوى هذه، فيه لكن ضعف. حديث أبي هريرة نعم، حديث صحيح، هنا وكذلك حديث عائشة لأنها وإن لم ترفعه هنا ذكرت سببا، ومثل ذلك حديث ابن عباس وإن كان موقوفا لكنه ذكر السبب، وهو سبب وجوب الغسل. فيكون على هذا الحديث له محمل، أنه نعم هو واجب، لكن وجوبه، بهذا القيد. وجوبه مخصوص بمن كانت فيه الرائحة. جيد. ولهذا قضية مثلا عند المالكية الذين لا يؤقتون المسح على الخفين، فيرون ندب نزعهما كل جماعة، لأنهم يرون غسل الجماعة
حتى في غير من المدن وفي غير صلاة الجماعة. نعم و يكون الغسل لليوم نفسه. نعم الغسل اليوم هذه مسألة أخرى طيب نعالجها نستفتح بها إن شاء الله بإذن تعالى. بقي طيب. شيء فيما يتعلق بالوجوب؟ لا هذا هو. طيب أكرمكم الله شيخنا وشكر الله لكم. حياك أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل.